قال العلماء: الاختلاف المنهي عنه هو الاختلاف في أصول الدين وتحكيم الهوى والمصلحة الشخصية في القضايا العامة. أما الاختلاف في الفروع الفقهية والاجتهادات الجزئية كاختلافات المذاهب في تفاصيل المعاملات والعبادات فليس مذموماً. هل عند الإمام الشافعي إذا واحد لمس إيده بإيد مرأة انتقض وضوءه؟ عند الإمام أبي حنيفة إذا لمس إيدك بإيد مرأة ما بينتقض وضوءك؟ ألا أي اختلف؟ هي مختلفين الإمام الشافعي مع الإمام أبو حنيفة. عند الإمام الشافعي بصلاة الفجر في دعاء قنوت، عند أبي حنيفة دعاء القنوت بصلاة الوتر. هي مختلفين يا أخي الشافعي وأبو حنيفة. الاختلافات في الجزئيات الفقهية، الاختلافات في تفاصيل المعاملات والعبادات، هذا ليس مذموماً لتعدد المفاهيم المستوحاة من النص القرآني، لأن النص القرآني يحتمل أن المس معناه لمس اليد باليد، وأن المس هو كناية عن الجماع. فالنص القرآني يحتمل هذا ويحتمل هذا، فكان اختلاف أبي حنيفة واختلاف الشافعي محموداً. أما المراد بالتفرق ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، المراد بالاختلاف المنهي عنه هو الاختلاف في أصول الدين. إذا إجا واحد قال لك: أخي القرآن الكريم هذا كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن الكريم شيء عظيم فيه نجاتنا وسعادتنا، بس الحديث النبوي الشريف يا أخي فيه مشكلة، الحديث النبوي الشريف يا أخي بس فيه صحيح وضعيف وموضوع، لذلك أنا ما بدي الحديث بس بدي القرآن. الله أكبر، مين حضرتك؟ يعني أنا مين الأنا اللي ما بده القرآن الكريم؟ مش هو الدين يعني أولت مبارح نزل على الأرض؟ ولا 1400 سنة علماء الأمة أجمعوا على أن كل من قال أنا لا أخذ إلا بما في القرآن الكريم بأنه كافر، لأن الله تعالى في 40 نصاً قرآنياً في 40 آية يأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه. الله يقول فخذوه، قال لا لا ما بدي أنا أحاديث. هلأ هذا الرجل يختلف في أصول الدين مع الناس، هذا يفرق الأمة، هذا يفرق أبناء البلد الواحد، هذا يدب الفرقة بين الناس ويشوش عليهم. وإن تعجبوا فاعجبوا من رجل يكتب يقول: يا أخي لا يوجد دليل علمي أن هناك شخصية تاريخية اسمها أبو بكر الصديق، ولا يوجد أي دليل علمي، هيك يقول، أن هناك شخص اسمه عمر بن الخطاب جاء على هذه الأرض. هي شخصية وهمية خيالية. والله شيء عجيب، الله أكبر، طلع بهالاختراع. يعني إيه ما طلع بهالاختراع؟ أول تنبارح ما شاء الله حوله، يعني كيف إن هيك طلع معك؟ وكل هؤلاء الناس الذين جاءوا من 1400 سنة إلى اليوم ونقلوا لنا عن وجود سيدنا أبي بكر وعن سيرته وعن أخلاقياته وعن دينه وعن إيمانه وسيدنا عمر، هذا بالعلوم أيها الإخوة يسمى متواتر. يعني إحنا مين خبرنا أنه في سيدنا عمر؟ أبي، يعني بس أبي قال في عمر بن الخطاب، جدي، أبو جدك، جد جدك، كم واحد يعني قالوا لنا؟ ملايين الملايين من 1400 سنة لليوم، هذا اسمه متواتر. منكر المتواتر مجنون. هلأ إذا واحد إجا وقال: أستاذ بدي أقول لك شغلة، قلنا له تفضل. قال بس على الميكروفون، قلنا له تفضل. أي ميكروفون؟ قال: يا شباب أنا اكتشفت اكتشاف خير إن شاء الله. شو مكتشف؟ قال: لا يوجد بلد اسمها صين بالدنيا، اكتشف أنه ما في صين بالكرة الأرضية. لكنوا هدون العباد والبلاد كلهم اللي حكونا عن الصين وشافوا الصين وسمعوا الصين وراحوا على الصين وأجوا من الصين، وآلاف مؤلفة تروي لنا تنقل لنا بالتواتر في صين، شو هؤلاء؟ هذا بلا ريب بلا ريب بحاجة واحد بيناتكم ياخده بسيارته إلى مصح ابن رشد يشوف ليقوم خطية في عنده مشكلة عقلية. منكر المتواتر مجنون. إذا واحد قال هلأ الدنيا مو ليل، مو ليل، جيب لي دليل إنه هلأ ليل، جيبوا لي شوف دليل إنه ليل، هذا في بعقله شيء. هلا هذا طلع قال ما في عمر ابن الخطاب بالدنيا ابدا، هذا اختراع انتم مخترعينه. مين انتم يعني؟ ليش هو بيت يعني بس عائلتنا مخترعته لما عائله الاخ لما عائله الاخ؟ يا رجل الدنيا كلها تقول في هذا الانسان، هذا متواتر.
هذا الرجل، هذا الطرح، هذا الكلام، هذا تفرق في الدين، هذا يؤدي إلى فرقة بين المجتمعين، بين أبناء البلد الواحد، بين أبناء الحي الواحد، بين أبناء الدين الواحد. أما الاختلاف في الجزئيات الفقهية فهذا أمر محمود، لأنه عليه وله دليل. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال سيدنا عبد الله بن عباس لتلميذه سماك: يا سماك، الجماعة الجماعة، فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. تعرفوا القصة تبع هذا الأب الذي قبل وفاته جمع أولاده وقال لهم جيبوا لي أعواد من الحطب، وبعدين ضم طلب إليهم أن يكسروا هذه الأعواد فكسرت، ثم إنه طلب أن يأتوه بحزم أخرى جمعها وحاولوا كسرها فما كسروها، فأنشد يقول: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب، ولا تتفرقوا آحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحاداً.